للمزيد من التفاصيل بينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور محسن السلموني أستاذ الاقتصاد بجامعة لندن. أهلا وسهلا يا دكتور. أهلا بك. في البداية دكتور، قرار بنك إنجلترا اليوم برفع معدلات الفائدة بمعدل 25 نقطة أساس، ما هي أبعاد هذا القرار والمتوقع في الفترة القادمة؟ أبعادها اقتصادية هتبقى غير مضمونة وسيئة على الاقتصاد الأمريكي، لأن التضخم الاقتصادي اللي هو بيحاول يحاربه البنك المركزي البريطاني هو ما عندوش فرصة غير إن هو يستعمل القاعدة بتاعة زيادة الفايدة، ودي النهاردة الطرق بتاعة زيادة الفايدة طرق قديمة تقليدية ما عادتش تنفع في الوقت الحالي، لأن التضخم الاقتصادي ده جايله من خارج إنجلترا نتيجة ارتفاعات أسعار الطاقة ونقص الطاقة ونتيجة الحرب وتمويل الحرب بين أوكرانيا وبين روسيا. النهاردة المصانع الإنجليزية شغالة بمستوى عالي لإنتاج صناعات معينة لصالح الحرب الروسية، ودي ما بتدخلش دخل أبدا، دي بتروح برا فيها. عنده مشاكل موجودة داخلية مع العاملين في إنجلترا، لأن النهاردة عنده مشاكل مع الدكاترة، عنده مشاكل مع الممرضات، عنده مشاكل مع الحريق، عنده مشاكل مع المدرسين لرفع أسعار، مش رفع أسعار، لرفع المرتبات عشان تقدر تتعامل مع الزيادة التضخمية اللي موجودة. الزيادة التضخمية دي جاية نتيجة زيادة كبيرة في المواد الغذائية كمان ونقص المواد الغذائية. احنا هنتطرق طبعا يا دكتور لنقطة نقص المواد الغذائية أو الأزمة الغذائية عموما في المملكة المتحدة، ولكن استوقفتني كلمة حضرتك قلتها أنه آلية التشديد النقدي في هذه المرحلة هي تقريبا الآلية الوحيدة اللي هيلجأ لها بنك إنجلترا، ولكن حضرتك ذكرت أنه هذه الخطوة قديمة ومستهلكة، في خطوات أخرى ممكن يستخدمها ممكن يلجأ لها؟ هو بصي، الاستخدام الطبيعي لمعالجة التضخم الاقتصادي اللي هو تقليل السيولة موجودة في السوق الاقتصادي، وده بيجي نتيجة إيه؟ لما الاقتصاد في دولة من الدول معينة بينمو بطريقة طبيعية والروخر بيطلع تعبير انجليزي بيقولك الاقتصاد اوفر هيتنج، يعني سخن لدرجة كبيرة، فعشان هو نتيجة السيولة العالية اللي ناتجة من نتيجة نمو الاقتصاد، فالبنوك المركزية بتحاول تخفض هذه السيولة في السوق وتخفض القوة الشرائية اللي موجودة في السوق، فتقوم بتعمل على سحب هذه السيولة من السوق. إنما النهاردة انت في وضع استثنائي، وضع غير طبيعي. الوضع ده اللي هو ايه؟ ان هنا النهارده اوريدي ما فيش سيوله في السوق، والمرتبات غير كافيه لمعالجه زياده الاسعار العاليه. فالنتيجه دي تمام، انت النهارده هتاخد سيوله، هتاخد مني انت فلوس قد ايه؟ طب وانا هقدر اعيش ازاي؟ يعني اوصل ازاي للمواصلات؟ المواصلات ارتفعت، المرتبات منخفضه، الاكل ارتفع بنسبه عاليه موجوده فيها. ما قاش عنده يعني احتياطي او فائض بيعمل فيها. فدي معالجه غير طبيعيه ومعالجه غير موجوده. الحاله الوحيده دي حاله من الحالات النهارده اللي عايشاها اوروبا وعايشاها بالذات المجتمع الانجليزي، لان المجتمع الانجليزي من اكبر المساندين لاوكرانيا ومن اكبر، يعني هو داخل في الحرب غير مباشر وداخل في حرب خطيره، حرب اقتصاديه. هو المجتمع الانجليزي مش قدها، والمجتمع الانجليزي بدا، المجتمع الامريكي بدا ينسحب من الحرب دي بطريقه غير مباشره كمان فيها، لان طب هو دكتور يعني من ضمن طبعا الابعاد لهذه الازمه زي ما حضرتك ذكرت منذ قليل مساله ازمه الغذاء، لو حضرتك تجمل لنا ابرز اسباب تفاقم ازمه الغذاء في المملكه المتحده، او بمعنى اصح ليه بريطانيا بتشهد في هذه المرحله نقص في امدادات الغذاء الاساسيه؟ فين الثغره؟ بريطانيا النهارده دوله صناعيه تمام، يعني بريطانيا صناعيه بنسبه 90%، ونسبه الانتاج بتاعها الغذائي انتاج ضعيف خالص، فاكثر الحاجات بتاعتها بتستوردها، وكانت بتستورد اوكرانيا، كانت اوكرانيا وروسيا بالذات الاثنين دول كانوا بيمولوا حوالي 90% من الانتاج بتاع القمح وانتاج الذره لاوروبا ولانجلترا بالذات فيها.
اكتر حاجات اللي هي الخضروات والحاجات اللي جايه كانت بتيجي من اوكرانيا. تمام. النهارده بداوا يعتمدوا على بلاد زي مثلا افريقيا او بلاد زي مثلا اسبانيا، ياخدوا من اسبانيا، انما ده مش كفايه النهارده. ففي نقص في الامتداد ونقص في الموارد نفسها. تمام. لان يقدروا يجيبوا ده خلى في مشاكل النهارده في كل السوبر ماركت وفي كل المحلات. بيبقى في نقص في الطلب على حاجات معينه اللي هي اللي عليها ضغط كتير اللي فيها دي. ده الاسباب اللي هي مأديه مشكله فيها في انجلترا. فانت النهارده كمان النهارده الطرق المواصلات بقت صعبه شويه بين الطرق، فبدات النهارده بعد المواصلات بتاخد طرق اطول عشان توصل. خروج انجلترا نفسه من البريكزيت اثر بتاثير خطير عليها. ده البريكزيت ده كان قرار سياسي وليس قرار اقتصادي. فهو بوريس جونسون كان عشان يبقى يستمر رئيس وزراء بريطانيا شجع الانجليز انهم يخرجوا من اوروبا بنسبه الوطنيه ومش الوطنيه، وان الراجل وطني وانجليزي ومش انجليزي، انما هو سبب مشكله اقتصاديه خطيره لانجلترا. طب ايه البدائل اللي ممكن تلجا لها انجلترا في هذه المرحله علشان تتحايل على ازمه نقص الامدادات الغذائيه؟ نمر واحد، البدائل لازم انجلترا تعمل المستحيل لوقف الحرب. انجلترا تمنع ان هو تعادي في رايي روسيا، وتحاول تخلق سلام بين روسيا وبين اوكرانيا، وده طلب غير طبيعي. النهارده انجلترا لازم تعمل سياسات افضل اقتصاديه مع الدول المجاوره وبالذات اوروبا فيها. البريكزيت ده تحاول تنسى الخروج من اوروبا في الوقت الحالي وتتعاون مع بعض، لان اوروبا مسيطره على حاجات كثيره غذائيه موجوده. الاتفاقات التجاريه الغذائيه اللي كانت موجوده بين اوروبا، النهارده انجلترا ما لحقتش تعملها مع افريقيا، او ما لحقتش تعملها مع الفار ايست، او ما لحقتش تعملها مع اسيا، لان الحرب بدات في وقت مستعجل فيها، فما لحقتش تعمل الاتفاقيات دي. الاتفاقيات اللي كانت عاملاها مع اللي وعد بيها ترامب لما كان رئيس امريكا، كان وعدهم انها يحصل فيه تريدنج، يحصل فيه تجاره عندهم بنسبه حوالي 300 مليار في السنه. ده ما حصلش خالص فيها. النهارده امريكا بتدي غاز لاوروبا وبتدي غاز لانجلترا، لان انجلترا كانت بتاخد 16% من روسيا. علشان تعوض ده بتاخده باربع اضعاف الاسعار بتاعتها اللي هي مجدها. واحنا فعلا تابعنا يا دكتور يعني في الفتره الاخيره تصريحات من كل المسؤولين الاوروبيين تقريبا او معظمهم، يعني تصريحات فيها استياء كبير من هذه النقطه، انه هم بياخدوا من الولايات المتحده الطاقه باضعاف اضعاف. وطبعا يعني هذا اكيد بيفاقم الازمه على انجلترا. على كل حال شكرا جزيلا دكتور محسن السلموني استاذ الاقتصاد بجامعه لندن على كل هذه التفاصيل.